الصوت عن الوزارة الآن وبالتعاون مع الجهات العلاقة في مقدمتها بالتأكيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك وزارة التجارة وجهات أخرى يعني تعد العدة لإعداد الاستراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق للسنوات الخمس المقبلة. تعلمون أنه إحنا الآن في السنة الأخيرة من عمل الاستراتيجية الثانية من 2018 إلى 2022. نعم. وهذه الاستراتيجية حقيقة واجهت مطبات وإشكالات يعني خلال فترة عمرها من في عام 20 وما تلاه من تداعيات. بالنتيجة ربما خرجت عن مساراتها، لم تحقق كامل أهدافها. كنا نريد نصل بنسبة الفقر بنهاية هذه السنة إلى 16 أو 15%، ولكن لم يتحقق هذا بسبب الظروف اللي مرينا بها والتوقف والإشكالات والمشاكل المالية. طيب. الآن بصدد الإعداد الاستراتيجية الثالثة، يعني أهم محورين في هذه الاستراتيجية طبعا هي فيها عدة محاور. يعني أهم محورين شنو هن؟ نتحدث عن يعني فقر متعدد الأبعاد، يعني صحة وسكن وتعليم ودخل. طيب. طبعا الدخل يشمل الغذاء ايضا. بالنتيجه المحورين الاساسيين في هذا المحصل في هذه الاستراتيجيه هو شبكه حمايه الاجتماعيه وبرنامج او مشروع البطاقه التموينيه. يعني هاتان القضيتان مهمتان جدا لانه على اعتبار يرتبطان بشكل مباشر بمعيشه الانسان الفقير بوضع الفقير.